السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، نتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من حي النصر، ومن حي النصر غنمشيو للصفاء، غادي نمشيو للصفاء وغادي ندوزو مجموعة من النقاط. خليكم معانا. هنا في اليسر ديالنا كاين الشطب، وفي اليمين ديالنا حي النصر. كما كتشوف الدنيا باقا خاوية هنا، ربما احتمال هنا في اليمين يكون عندنا مراكز تجارية كبرى، علاش لا ما نشوفوش هنا اسواق السلام او مرجان او ما شابه ذلك. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. صراحة كنشوفوا الجو سخون اليوم، وكنشوفوا البهايم هنا مساكن المراقين ما ياكلوا، يعني كيدوروا على حاوية الأزبال. لا قدر الله حد شي واحد شي حاجة ديال الخضرة ولا شي حاجة بحال هكذا. صراحة المنظر مؤلم، نتمنى الله يرحمنا. أنا صراحة الوقت صعيبة، كما قلت لكم احنا الآن دخلنا الحي النصر، اللي كيتكون من مجموعة من لي سيكتور، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود. السيكتور 8 والسيكتور 7. صراحة الجميل في الشوارع ديال الأحياء ديال مدينة عين عودة في حي النصر، كنشوفوا المساحة وكنشوفوا لاطيراس اللي قدام الديور. يعني تبارك الله كاين اللي داير جريدات زوينين، كاين اللي يعني قاد قدام الدار ديالو، داكشي متهول صراحة. والزناقي كبار، الزناقي كبار كما كتوضح الصورة. اليوم الحد، اليوم الحد، سوق الحد كاين في سوق التنين، كيعمر بلاصة سوق التنين. سوق الحد كيعمر بلاصة سوق التنين، بعد ما سوق الحد البلاصة ديالو كيتبنى فيها واحد المسجد كبير، وكانت قريبة من التضامن أو في التضامن. هنا كنخرجوا من حي النصر، حي النصر كنخرجوا منه دابا، وغادي نقطعوا للصافا. الصافا هنا فين يستافدوا الناس ديال البارك ديال تمارا، هنا فين يستافدوا الناس ديال تمارا، وهنا فين يشراو الناس كذلك. يعني كنشوفوا هنا تغييرات كبيره وكبيره بزاف. الناس تبارك الله بنات، فخليكم معنا نقربوكم من مشروع الصافا كيفاش ولا. صراحة في واحد الظرف قياسي، كنشوفو البنية تطلق مزيان هنايا. يعني كما كتشوفو هنا على اليمين حي النصر، وباقي غيكون واحد الصف ديال الديور هنا على الشارع، وهنا كنشوفو عاوتاني البنايات. هنا استافدو الناس ديال تمارا من بقع أرضية مشروع الصافا مدينة عين عودة. صراحة نقطة مميزة، موقع
النقي. المرافق، المرافق رغم انه المرافق نقولوا ما كاينش شي حويجات لقراب، ولكن اهم الحويجات كاينين حدا باب الدار. اهم الحويجات كاينين حدا باب الدار. كنهضروا على المدرسه الابتدائي والاعدادي والثانوي، وحده حده وحده في مشروع السفر. كذلك كنهضروا على مركز صحي، مركز صحي في القلب ديال مشروع الصافا. انا هاد الدور اللي كنشوفو هنا في الجنابات ديال الناس ديال مدينة تمارة اللي كانوا في دور الصفيح واحد الوقيته، ويسر لهم الله انهم خداو هنا في عين عودة، استافدوا في عين عودة عن طريق قصة المسجد ديال التقوى والتوسعة ديالو اللي كيعرفها كلشي. فكاين اللي غيقول لي فينا هو هاد المدرسة اللي كتهضر عليها، وفينا هو حنا شفنا غير الديور. المدرسة انتم غتشوفوها دابا، غتشوفوا المركز الصحي، يعني كل شيء قريب، كل شيء قريب، اللهم لك الحمد. انتم كتشوفوا معنا كاين ناس تبارك الله من البراكاب من الدويرات ديالهم، الله يسهل عليهم. فصراحة كنا مشات الامور في التوجه ديال البقاع، كانت الامور غادي تكون مزيانة وتفرقوا الناس بين مدن العمالة. كنشوفوا المركز الصحي الحضاري المستوى الاول الصفا عين عودة. غادي ندوروا من هنا غادي نلقاو المدارس، يعني المدارس كلهم تجمعوا هنايا. نقطة ايجابية، نقطة مهمة، تحسب للمسؤولين مدينة عين عودة. يعني المدرسة الابتدائي والاعدادي والثانوي هما وحدة حدا وحدة، في الوقت اللي الناس راه كتضرب الكيلومترات باش تقرا. والحمد لله المدرسة هاهي، هانتوما كتشوفوا اللي فيها الابيض والزرق واللي فيها الابيض والصومو واللي فيها الابيض والقري. الاولى ثانوية والثانية اعدادية وهذه ابتدائية، يعني الامور الحمد لله كلها كاينة هنا. اعدادي وابتدائي والثانوي كلهم كاينين هنايا. وهاد النقطة هادي راه كطل في الاتجاه ديال الفردوس، من هنا غيبان لينا الفردوس، مدينة الفردوس ها هي غتبان لينا من هنا. ربما في مستقبل الأيام نقدروا نشوفوا هنا الطرقان اللي كيتلاقاو مع مدينة عين عودة من هنا. وهذا أمر اللي غير مستبعد، يعني راه ما كاينش بزاف، ربما واحد 3 دقائق من هنا بالسيارة كان الطريق يعني محلولة. هذا هو اللي كاين. نرجعوا للجنابات ديال المؤسسات اللي هضرنا عليهم، تعرفوا على الاسماء ديالهم على الاقل ناخذوا فكره. الله، هذه ثانويه خديجه العفير، هذه اللي فيها الابيض والقري، ثانويه خديجه العفير. هذه اللي فيها الابيض والصومو المقاوم شي حاجه الاسم ديالها في الاتجاه الاخر، هذه اعدادي اللي فتنا، وهذه مدرسة الصفا، هذه ابتدائية، هذه ابتدائية. كنا ندنا في واحد النشاط مع الوليدات الصغار هنايا، يعني كتشوفوا المدارس الحمد لله ما فيهمش مشكل، المركز الصحي، كاين صيدلية، كاين محلات تجارية. اللي خاص هنايا في القريب هو خاص واحد البوست ديال البريد، خاص البريد، خاص أماكن، خاص ملحقة، ربما خاص شي ملحقة إدارية، خاص شنو خاص عاوتاني، خاص أبناك، يعني خاص أمور اللي كيحتاجها المواطن يوميا، أي واحد تقدر يمشي ليها. فنتمنى من الله الخير والتيسير. صراحة هذا هو الصفا اللي كان خاوي واحد الوقت، فتبارك الله راك يا عمر. حتى ذاك الاشكال اللي كان ديال الماء اللي كان وقع لمجموعة من الناس، خصوصا الناس ديال دور الصافي اللي خدا فوق ماسيوم لاكاف لتحت. فالحمد لله ذاك المشكل ما بقاش، رغم اننا في امس الحاجة الامطار الخير. نتمنى من الله يرحمنا، لأن صراحة الوضع لا يبشر بالخير. الله يدير شي فراج هنا. عاوتاني بالنسبة للفضاءات وهذا في الصفا، عفوا
فالصف انا كتطلع على ثلاثه الملاعب ديال القرب كيف ما كتوضح الصوره هنايا، هما ثلاثه الملاعب ديال القرب، وكتطلع على قاعه مغطاه وفي الجنبات ديالها غابه. يعني كاين امور اللي هي صراحه ايجابيه، نتمنهم الله الخير والتيسير للجميع. كاين امور اللي هي ايجابيه هنا بالجنبات ديال مشروع الصفا وحي النصر. المركز السوسيو رياضي للقرب مدمج عين عودة. هنايا مدرسة، مدرسة النصر نسبة لحي النصر أمام القاعة المغطاة. كما سبق وشرت لكم عين عودة فيها ملاعب القرب كتار، فيها مرافق، فيها فضاءات. ربما ان شاء الله في المستقبل الايام الحي الصناعي اللي غيتحلوا شركات جداد ديال الكاربون ديال السيارات غادي تعطينا فرص شغل، غيولي واحد الرواج ان شاء الله في مستقبل الايام. نتمنوا الله الخير والتيسير، ونتمنوا الله الامور تمشي مزيان، وان شاء الله ما يكون غير الخير. ملاعب القرب مرة أخرى أقصى اليسار، مدينة عين عودة بين الماضي والحاضر، تغييرات كبيرة. المركز التجاري الوحيد اللي كاين في مدينة عين عودة اللي معروف هو بيم. كاينة بيم وحدة في عين عودة، ما كاينش أسواق السلام، ما كاينش مرجان، ما كاينش ماكدونالدز، ما كاينش المحلات التجارية الكبرى اللي كنتمنى وكنتمنوا إن شاء الله في مستقبل الأيام نشوفهم في مدينة عين عودة، لأن كاين ناس اللي كيبغيو يمشيو للأماكن هادي كيضطروا أنهم يخرجوا للمدن المجاورة بعمالة صخيرة التمارة، وهذا صراحة أمر غير مقبول. هذه رسالة، رسالة للناس اللي مهتمة بالأمر أنها تمشي في التوجه هذا. متتبعينا الكرام، من خلف مسجد أبو شهاب، مسجد أبو شهاب جنبات قصر الحفلات حي النصر، وفضاء الصحة للشباب عين عودة أظن بالإدمان. كنتمناهم الله يخدموا ويتحرك في هذا الباب هذا، لأن كنشوفو مرة كنشوفو خدام مرة ما كنشوفوش خدام. كنتمناهم الله الخير، وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو ليا في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.